عندك سيارة لجوا لانه اكثر واحد بزمانه بحب الشام وسهر في الشام اشتغلوا واشتغلوا وناضل مش موضوع الوحده بقي على هذه المرحلة الثانوية بالنسبة للمرحلة المعنوية هي المرحلة التي إن شاء الله بتتم ما تمت المعنويات فالقصة الثانية مضمونة إن شاء الله. البطل السوري وإلى رئيسه سيد الخليل الأسد وإخوانه وأعوانه. Yeah.